الان وفي الاستوديو ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي السيد عائد الهلالي سيد الهلالي ارحب بك ونبدا من اقرار مجلس الوزراء اليوم وبالاجماع على البرنامج الحكومي ربما هذه المره الاولى يتم اعطاء مهل زمنيه للوزراء والوكلاء والمستشارين والمحافظين والمدراء العامين لتنفيذ او لتقييم ادائهم وتنفيذ ما يطلب منهم م. من خلال البرنامج الحكومي هل سيحدث هذا انتقال في اداء هذه الفئات يلا الله بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم اختي العزيزه والزميل العزيز ولضيوفكم الكرام والقناه الموقره حقيقه اول مره يكون هنالك اجماع داخل مجلس النواب العراقي مجلس الوزراء العراقي م. وداخل مؤسسات الدولة العراقية وحتى الإطار التنسيقي يوم أمس عندما أعلن في بيانه هو دعم لحكومة السيد محمد الشيعة السوداني وكافة الخطوات التي تقوم بها فبالتالي هذا الموضوع ينطلق من أن الجميع مجمع الآن على أن تكون هذه الحكومه مغايره تماما للحكومات التي سبقتها. عمليه دعم الحكومه من خلال النشاطات التي لوحظت بالفتره الاخيره من خطوات الاستاذ محمد شاعر السوداني خطوات كبيره وخطوات ايجابيه، مم. لاقت صدى كبير جدا في الشارع العراقي، فبالتالي اليوم الجميع مطالب بدعم هذه الخطوات حتى نستطيع ان نخرج من تراكمات الفتره الماضيه او نزيل غبار الحكومات الماضيه التي اثقلت الدوله العراقيه وكاهل الدوله العراقيه بالملفات الفساد واثقلت الفشل والترهل وما الى ذلك، فهذه الخطوات تاتي لربما انه متزامنه ومتوافقه مع الخطوات الايجابيه التي يقوم بها الجنة. كيف تجد مفرده التقييم، تقييم الاداء خلال سته اشهر، خلال نعم. ثلاثه اشهر، خلال يعني مدد زمنيه متفرقه؟ نعم. هي احنا ما نستطيع ان نحكم على اي خطه او اي مشروع اذا ما ي... لم يكن هنالك زمن او يرتبط بزمن، طيب. فعمليه النجاح تكون وفق زمن محدد انه احنا خلال فترة زمنية سته م. اشهر هذه سته اشهر لربما أنه تقسم م. الى الى شهريه والى لربما انه نصف آ... ثلاثه اشهر وما الى ذلك حتى نستطيع ان نلاحظ انه شنو التغيير اللي طرأ بالبرنامج الحكومي، هل هنالك خطوات ايجابيه فعلا؟ م. هل هنالك تقدم البرنامج هل هنالك خطوات اتخذت وال بدأ يتصاعد هل بالامكان عزله من الوزاره او من الدائره الألمانية؟ هذا, هذا اتفاق مع تحالف اداره الدوله مم. منذ اليوم الاول لتسلم محمد شيعه السوداني للسلطه قد اخذ عهد من الشركاء السياسيين انه هنالك خطه وهنالك فتره زمنيه كانت في البدايه على اساس انه ثلاثه اشهر للمدراء العامين مم. وسته اشهر للوكلاء والوزراء, والوزراء والوزراء الاربعه الوقت مفتوح اوبن. انه السيد محمد الشاعر السودان عندما يرى ان هنالك قصور في هذه الوزارات اللي, اللي هي الكهرباء والداخليه والصحه ولا يحضرن الوزاره الرابعه على الاتحاد فهذه الوزارات الاربعه كل وزارات مهمه بال لا لا هذه هذه اللي كلف بها محمد الشاعر السودان ان يختار الوزير هو <تصفيق> زين <تصفيق> هذا الوزير يكون من اختصاص سيد محمد الشيعي السوداني فهؤلاء الوزراء الاربعه كانوا من ضمن اختصاص او من ضمن اختيار محمد الشيعي السوداني فهو الذي يرى عملهم وبالتالي اذا اذا شاهد ان هنالك قصور او تكاسل او يعني اي شيء من الممكن أن يوقف عمل الوزاره او لا يقدم شيء ايجابي او لا يتماهى مع البرنامج الحكومي ممكن ان يقيله خارج الضوابط او خارج الفتره الزمنيه اللي اتفق عليها. <applause> طيب جمله تحديات ايضا تواجه الحكومه نتحدث هنا ما مدى إمكانية عدم الضغوط على السيد محمد الشيعة السوداني لا. في مسألة إقالة أو فشل وزارة الماء لم يسميها هو لا. المشكله الاساسيه سيده الفاضله اليوم يعني هنالك علاقه ترابطيه ما بين او ارتباطيه ما بين محمد الشيعة السوداني وحكومه مم. محمد الشيعة السوداني والكتل السياسيه الداعمه لمحمد شاع السوداني. النجاح سوف يكون نجاح والفشل سوف يكون فالعمليه مرهونه بما تقدمه هذه الحكومه والدعم الذي تلاقيه من هذه من الكتل السياسيه التي تدعم وتسند الحكومه. مم. فالموضوع مرهون بالانتخابات القادمه، ان استطاعت هذه الحكومه وهذه المكونات السياسيه ان تقدم شيء لصالح الشعب العراقي ممكن ان يكون مقبول لصالح الشعب العراقي وان يكون هنالك تجديد للثقه ما بين المكونات السياسيه والقواعد الجماهيريه اما اذا صار هنالك احباط او فشل او قصور او تلك او او اي شيء او انه الموضوع عاد كما كان في الفتره السابقه وذات الامر مع الحكومات السابقه لربما انه الموضوع سوف يلاقي يعني فشل ذريع جدا وبالتالي الكتل السياسيه سوف لن تحظى بمقاعد او لن تحظى باصوات انتخابيه ممكن ان تؤهلها للدخول بالعمليه السياسيه. واضح من اولويات الحكومه ايضا هو محاربه الفساد وهناك خطوات بالفعل نعم. تمت بهذا الخصوص هناك دعم دولي واقليمي في نعم. ملف الاموال المنهوبه في ملف آآ مكافحه آآ الفساد نعم. ما الذي يحتاجه العراق من دوليا واقليميا نعم. لاتخاذ خطوات اكبر بهذا الملف نعم. احنا المشكله الاساسيه أن الدوله الان كلها برمتها من راس الهرم السيد محمد شياع السوداني الى اصغر موظف بالدوله الان يعملون في ملفات الفساد وهذه مشكله كبيره جدا يجب ان يكون هناك فريق متخصص من الاشخاص الذين تزاولوا هذا العمل في الفتره الماضيه من النزاهه من المحامين من القضاه من يكون هذا الفريق هو يتابع اما ان الدوله كلها تنشغل فبالتاكيد سوف يكون هناك اسقاط على الملفات الاخرى، يجب ان تنتبه الدوله الى باقي الملفات، لا ان تنشغل بملف الفساد لوحده، يجب ان يكون ملف الفساد بيد جهه رصينه لها القدره لها المعلن المعلومه لها المعرفه قادره على ان او تمنح مساحه كبيره جدا وبالتالي عمليه لطالما انه اليوم هنالك علاقات وثيقه جدا وان هنالك اصبحت م. اتفاقات وشراكات مع مع الكثير من الدول التي نتوقع انه توجد فيها اموال عراقيه مثل الاردن مثل لبنان مثل الامارات تركيا مصر غيرها. وهنا غير. اسال هل نتحدث نحن عن اشخاص فاسدين ام نتحدث عن منظومه متكامله من الفساد؟ سيدتي الفساد. ضرب وبالتالي يصعب ربما يعني حل هذه المنظومه. سيدتي الفساد ضربت دولة من ال... ونخرها بالكامل خلال فتره. 20 سنه الفساد ضرب اطناب الدوله من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ملفات الفساد كثيره لا نعول بشكل كبير جدا على ان حكومه محمد الشاعي السودان لديها العصا السحريه لتنظيف البلد من الفساد والفاسدين واسترداد كل الاموال المنهوبه لربما تضع اليه او لربما تضع خطوه او لربما تضع سياسه من خلال هذه السياسه نستطيع خلال فتره زمنيه لربما تستمر الى عشر سنوات لان الاموال المنهوبه الان على اربع انواع لربما النوع الاول هو باسماء الاشخاص نفسهم اللي سرقوا النوع الثاني لربان بأسماء عوائلهم والنوع الثالث لربان بأسماء أقربائهم والنوع الآخر هو بأسماء أشخاص بعيدين الأشخاص البعيدين هاي عملية استردادها عملية صعبة هنالك حديث حصل في الفترة الماضية وأن هنالك شخصية تسلمت هذا الملف ووعدت رئاسة الوزراء في ذلك الوقت بأن تسترد الأموال لكن قالت إنه عملية استرداد أموال لربان تحتاج إلى 20 سنة طيب فبالملفات كثيرة طيب نحتاج بهذا الخصوص يعني حتى نتقدم بخطوات يعني ربما أكثر إنجازا من التي اتخذت سابقا نحتاج الى فريق دولي ربما مع الفريق العراقي المختص بهذا الملف ام يعني ما يتم مباحثته داخليا ربما كاف. نعم لا لا الملف العراق الفريق العراقي يحتاج الى الخبرات الدوليه، نحتاج الى مؤسسات دوليه متخصصه في هذا المجال، مؤسسات مختصه في التدقيق، مؤسسات مختصه في المتابعه، مؤسسات مختصه في تعقب الاموال اين ذهبت وما مصيرها وما الى ذلك فالفريق العراقي الان اللي موجود او الذي نطمح الى ان يكون هو مهمته الاساسيه متابعه الاموال العراقيه ومتابعه الفاسدين امكانياته لربما تكون في الفتره الحاليه ضعيفه، يحتاج الى جهد دولي، نحتاج الى عقد اتفاقات وشراكات لربما مع البنك الدولي، مع المنظمات ذات الشان وذات الاختصاص، يعني جميع المؤسسات المختصه في هذا المجال هي مطالبه الان بمساعده العراق لاسترداد الاموال، لان الأموال لو عادت الى العراق تحدث انتقاله كبيره جدا. واضح اذا الكاتب والمحلل السياسي السيد عائد الهلالي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.